الانتخابات. الانتخابات هي أداة لتعكس إرادة الناس بملء المقاعد بالسلطة التنفيذية والحكم المحلي والإقليمي، وكمان بتستخدم بكتير من الأماكن من القطاع الخاص ومنظمات الأعمال من النوادي والجمعيات الطوعية والشركات، وهي عكس القرعة اللي بتكون قائمة على الصدفة. مهما كان تصميم نظام الحكم منيح، لا يمكن اعتباره ديمقراطي إلا إذا كانوا المسؤولين اللي عم يقودوا نظام الحكم منتخبين بحرية من قبل المواطنين وبطريقة تعتبر حرة ومنصفة للجميع. وبتختلف آليات الانتخابات بين بلد وتاني، بس الأمور الجوهرية بتبقى واحدة لكل المجتمعات الديمقراطية، وهي بتمكن كل المواطنين ذوي الأهلية من الاقتراع وحماية الناس من ممارسة أي نفوذ عليهم لدى ممارستهم حق الاقتراع، وفرز وعد الأصوات بطريقة تتسم بالصراحة والصدق. وبما أنه عملية التصويت بتتعرض دائماً وعلى نطاق واسع لأخطاء ويمكن تزوير، لازم نبذل جهد قد ما فينا لنتحاشى حصول هالشي. الانتخابات عموماً بتكون أحد مكونات عملية أكبر اسمها العملية الانتخابية، واللي إلها مقومات، وأهمها الإطار التشريعي المنظم للانتخابات مثل القانون الانتخابي، نوع النظام الانتخابي فردي أو قائمة، حق الاقتراع، الشروط الواجب توافرها بالمقترع مثل العمر والجنسية والإقامة، سجل الناخبين لمراقبة العملية الانتخابية، القواعد المنظمة للأحزاب والمرشحين والحملات والعمليات الانتخابية مثل حجم مصاريف الإنفاق على الحملات الانتخابية. وفي نوعين من أنظمة الانتخابات، الانتخاب الفردي، وفي بيتم تقسيم إقليم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة على حسب عدد المقاعد بالبرلمان، وبيقوم الناخبين بدائرة انتخابية معينة بانتخاب نائب واحد بالبرلمان، وبيعتبر هالنمط الفردي سهل وبسيط وواضح. ومن عيوبه أنه بينشط دور العائلات، ودور المال فيه ممكن يكون حاسم بنجاح المرشح، وبالتالي تزداد فرص رجال الأعمال وأصحاب الملايين بدخول البرلمان. الانتخاب بالقائمة النسبية، وفي بيتم تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة، وبيقدم كل حزب أو مجموعة قائمة بتضم مرشحيهم، والناخبين بكل دائرة انتخابية بينتخبوا القوائم اللي قدمتها الأحزاب والمجموعات واللي ما فيهم يعملوا تعديلات عليها بعدين، لهيك اسمها الطريقة طريقة القوائم المغلقة. وبهالنظام بيتم توزيع المقاعد الشاغرة على الأحزاب والمجموعات المختلفة بنسبة عدد الأصوات اللي حازت عليها. ومن عيوبه أنه بعض الأحزاب الكبيرة أو رجال الأعمال ممكن يتحالفوا بقوائم مشتركة وتصير فرصتهم بالربح أكبر بكتير من ممثلي الأحزاب الصغيرة أو باقي المجموعات. وهون بتجي أهمية الإصلاح الانتخابي من خلال عملية إدخال النظم الانتخابية النزيهة أو تحسين فعالية النظم القائمة أو نزاهتها، وكمان مراقبة الانتخابات من قبل جهات حيادية ونزيهة، وغالباً بتكون من منظمات المجتمع المدني الوطنية أو الإقليمية، وحتى بإشراف من الأمم المتحدة.